اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا بحلقه جديده من برنامجكم كاميرا العدئيه. اسمحوا لي رحب بزميلاتي المتواجدات معي بهيدي الحلقه. راح تكون معي علا احمد ومها مروه. والبدايه مشاهدينا راح نكون مع زميلتنا مها مروه المتواجده بمنطقه ارستين لنطلع اكثر على محطه توليد الكهرباء الموجوده بمنطقه ارستين وعن سير الاعمال الفنيه ونسبه الانجاز ضمن هيدا المشروع. التفاصيل كلها عندك مها. نعم، تحية إليك كريم، تحية لكل اللي عم يتابعونا عبر قناة أوكاريت. نحن موجودين معكم اليوم من ريف اللاذقية من منطقة الرستين وتحديدا من محطة توليد كهرباء اللاذقية لحتى نطلع أكثر على هذا المشروع من خلال لقائنا بالكوادر الإدارية والفنية. نعرف تفاصيل أكثر عن هذا المشروع والمراحل اللي وصل إلى بداية. رح نكون مع المهندس سمير محمد إبراهيم مدير المشروع. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا فيكم، مرحب فيكم بالرستين بموقع محطة كهرباء اللاذقية. لازم نحكي عن هذا المشروع، طبيعة العقد بهذا المشروع أستاذ. عقد 524 خارجي مع شركة مبنى جروب الإيرانية لتصميم وتصنيع وتوريد ونقل وتركيب الآلات وإجراء كل ما يلزم من الأعمال الميكانيكية والكهربائية والتحكمية لإنجاز محطة كهرباء اللاذقية باستطاعة مقدارها 526 ميجا واط اسمية. لو نطلع من حضرتك على أقسام المشروع أستاذ برام. المشروع هو عبارة عن بلوك كامل، والبلوك كامل يتألف من عنفتين غازيات وعنفة بخارية. العنفة الغازية الأولى تقريبا لا وصلنا بمرحلة إنجاز جيدة فيها، وإن شاء الله قريبا تم ربطها على الشبكة. العنفة الثانية كمان تفوت تباعا بعدها. كل عنفة طبعا استطاع 183 ميجا واط. مين الشركات المنفذة لهذا المشروع؟ الشركة هي المتعاقد الرئيسي شركة مبنى جروب الإيرانية. طبعا في خبرات وطنيه كانوا عم يشتغلوا معها، شركه البناء والتعمير الحكوميه، ولاول مره تقوم بسوريا هيك شركه وطنيه بهكذا. شركه التحالي جروب كمان شركه وطنيه، كمان تقوم بعمل التركيبات الميكانيكيه للعنفات وما يلزم من دارات مساعده. اكيد في لجان يعني مشرفه على هذا المشروع، نحكي عن طبيعه عمل اللجان اللي موجوده هون. طبعا في لجنه رئيسيه وتنبثق منها لجان فرعيه، اللجان الفرعيه مهمتها متابعه الاعمال، واللجنه الرئيسيه مهمتها متابعه الاعمال اللجان الفرعيه. عندنا لجنه بالاعمال خاصه بالاعمال المدنيه، لجنه خاصه باعمال الكهرباء، لجنه خاصه باعمال الميكانيك، لجان خاصه بالتشغيل وقسم الكيمياء وهكذا. بما اوقات يعني واجهتكم صعوبات، كيف تغلبتوا عليها؟ كيف تجاوزتوا هيدا الموضوع؟ طبعا معوقات هو العمل بظروف الطقس الحار، بالاضافه للعمل لموضوع التوريدات والحصار على بلدنا الحبيب ادى لتاخر بعض التوريدات وكذا. فبجهود سياده الوزير المهندس غسان الزامل وزير الكهرباء، سياده المدير المؤسسي استاذ علي هيفا، مدير المكتب انشاء المحطات استاذ سامر عجيب، قمنا بتخطي كل هالصعوبات والمعوقات من توريد لتخليص جمركي لوصول المواد على ساحه التخزين الاوبن اريا لا تجهيزا لتركيبه ومتابعه اعمال المشروع ان شاء الله. يعطيك العافيه وشكرا لك المهندس سمير محمد ابراهيم مدير المشروع. ايضا ريم رح ننتقل لحتى نعرف تفاصيل اكثر مع المهندس فاروق خليل رئيس اللجنه الفرعيه للاعمال الكهربائيه. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيك. طبيعه عملكم ضمن هذا المشروع لو تخبرنا عنه اكثر. طبعا انسي، نحن هون بالمشروع بنتابع اعمالنا بشكل كامل من الصبح للساعه 8 المساء تقريبا، واحيانا بنداوم اكثر من هيك. طبعا في عنا اعمال كثيره، عنا الاعمال الكهربائيه كثيره بالمشروع، هي قسم اساسي كبير بالمحطه، هي عباره عن عباره عن المولد، عباره عن المحولات الموجوده عنا، محولات مساعده، البارات، الوصل ما بين المولد والمحولات، فهي اضافه الى عندنا النظم المساعده لهالمواضيع هذه. لذلك هي الاعمال هذه نحن دورنا نشرف على تنفيذ العقد بشكل كامل، تنفيذ المحطه مشان تعطي بشكل كويس وبأداء ممتاز إن شاء الله. أكيد العمل يتم على مراحل، في عنا أقسام داخلية وأقسام خارجية، طلعنا عليها لهذه الأقسام. تفضلي، بتشوفي عنا هون أنسي المولد، هلق المولد تم تقريبا الانتهاء من توضعه على قواعده المحلية. هلا المولد صار موضوع على القواعد المحلية، نحن بانتظار المرحلة اللاحقة اللي هي توصيل البارات. توصيل البارات من المولد إلى المحولة. طبعا المحولات عندنا هي موجودة عندنا، محولات مساعده، محوله رئيسيه، وعندنا محوله وحده مشان تغذيه، عندنا الموضوع ضمن المشروع هون. المشروع نسبه
التنفيذ بهالحالة أستاذ فاروق؟ لكل قسم له نسبة تنفيذ معينة. السيد مدير المشروع أكد هون على النسبة الموجودة لكامل المشروع. طبعا هي نسبة كبيرة مثل ما قلت أنه عندنا كل التجهيزات موجودة من كل القسم الكهربائي بالكامل، القواطع، المحولات، المولد، لكن ينقصنا بس شوية أنه هالنظم المساعدة نربطها مع بعضها، وأنه بحيث أنه إن شاء الله نوصل لقيم كبيرة، نسبة كبيرة إن شاء الله بموضوع الإنجاز، وقريبا بدنا نكون كفي عن النسبة المتبقية وننجز المشروع بشكل كامل نحن وإياكم بإذن الله تعالى. يعني حضرتك مشرف على الأعمال الكهربائية هون، في معوقات، في صعوبات عم بتواجهكم أثناء تنفيذ المشروع؟ في صعوبات كانت كتيرة بالتوريدات. نحن عمليا كان عندنا نقص كبير بكمية المواد الموجودة هون بالبلد، والتوريدات ما جيت بوقت المحدد، وبالتالي تأخرنا قليلا. لكن الآن جيت عندنا الشحن الأخيرة، جيت كميات كبيرة من التجهيزات الكهربائية، غالبية التجهيزات وصلت للمشروع والآن الانطلاقة بشكل كبير. العمال ما يشتغلوا يوميا من الساعة 8 للساعة 10، وممكن نضطر نعمل مناوبات ليلية أخرى منشان نستدرك التأخر اللي صار سابقا ونوصل لنسبة إنجاز كبيرة على الموعد المحدد، ونوصل ويكون المجموعة جاهزة بتوقيت محدد إن شاء الله. يعطيكم العافية. برغم ظروف الطقس الحارة جدا ودرجات الحرارة العالية، إنما عم بيكون الشغل على قدم وساق مثل ما متابعين نحن وشايفينكم. نعم، نحن جاهزين دائما، ما عندنا لا صيف ولا شتاء، بنضل دائما بالموقع بإذن الله حتى المشروع بشكل كامل ينحط بالخدمة الغازية الأولى، ومن بعدها مباشرة بدون أي توقف حننطلق على المجموعة الغازية الثانية. المشروع انطلق إن شاء الله انطلاقة كبيرة، واحتفال كبير بده يكون بوضع محطة الرستين، محطة التوليد اللاذقية باستطاعة 526 ميجا واط بالخدمة بنهاية المشروع، حتكون الفرحة كبيرة إن شاء الله. يعني عملكم مستمر لإنجاز المشروع على أكمل وجه، وشكرا لحضرتك المهندس فاروق خليل رئيس اللجنة الفرعية للأعمال الكهربائية لهذه التفاصيل اللي أعطيتنا. شكرا، أهلا وسهلا فيكم. كملين أيضا مع المهندس ميخائيل صواف رئيس لجنة الأعمال المدنية، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا فيكم، يا أهلا فيكم موقع الرستين. طبيعة عملكم أستاذ ميخائيل ضمن هيدا المشروع؟ طبيعة عملنا هي الإشراف على قسم الأعمال المدنية في المشروع الرستين، اللي هو بيتكون من أربعة أقسام: قسم مد خط غاز من بانياس إلى موقع المحطة بطول بحدود 62 كيلومتر، القسم الثاني هو الأعمال المدنية للعنفي الغازي الأولى، الثالث وهو قسم العنفي الغازي الثاني، والقسم الرابع هو اللي بيتعلق بالعنفي البخاري. طبعا يتضمن عملنا كافة الإشراف على كافة الأعمال المدنية من بنى تحتية، موقع عام، مباني إدارية، مباني إيصالات القوى والتحكم، أبراج برج التبريد الجاف العملاق اللي هو ارتفاعه 124 متر من البيتون طبعا مع قواعده، رغم أنه كانت العملية في بداية المشروع قاسية جدا باعتبار التربة عزبتنا شوي، تم تثبيت التربة لاختيار موقع قريب من مدينة اللاذقية ليغذي المنطقة بشكل كامل. هاي بطبيعة أعمالنا كأعمال مدنية، وإن شاء الله المشروع مشي بسرعة جيدة رغم العقوب، رغم بعض العثرات اللي صارت نتيجة العوامل الجوية وقلة التوريدات اللي صارت نتيجة عقوبات الاقتصادية لهالبلد، وإن شاء الله بهمة وزارة الكهرباء رح تكون نزلل كافة العقوبات لوضع هذه المجموعات بالخدمة. شكرا كثير لكم، يعطيكم الف عافيه. وشكرا لك المهندس ميخائيل صواف رئيس لجنه الاعمال المدنيه. تفاصيل ايضا راح نكون مع المهندس علي فطيمي مدير الموقع من الشركه العامه للبناء والتعمير، اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا فيك. اعطينا تفاصيل عن طبيعه عملكم انتم ضمن هيدا المشروع. طبعا نحن كشركه عامه للبناء والتعمير، نحن الشركه المسؤوله عن تنفيذ الاعمال المدنيه في محطه الرستين الكهربائيه. طبعا العمل مستمر وبشكل مكثف بما يتناسب مع المخطط الزمني الموضوع ومعايير الجودة المطلوبة. طبعا حتى الآن تم الانتهاء من كافة الأعمال، تقريبا من كافة الأعمال المدنية والبنى التحتية المطلوبة لأعمال التشغيل والتركيب للعنفتين الغازيتين الأولى والثانية، هذا بالتزامن مع أعمال العنفة البخارية. الحمد لله رغم وجود الصعوبات والتحديات، إلا ما هناك دعم حكومي مميز وكبير لتجاوز هذه العقبات، وشكرا. شكرا كثير لحضرتك المهندس علي فطيمي مدير موقع من الشركة العامة للبناء والتعمير. يعني مثل ما تابعنا ريم كنا بجولة ضمن هيدا المشروع،
تابعنا تفاصيل والمراحل لإتمام العمل ضمن هذا المشروع بهدف زيادة معدلات التوليد وتحسين واقع الكهرباء على أمل أن يبصر النور قريبا بهمة كل الشركات والجهات المعنية اللي عم بتتابع سير العمل ضمن هيدا المشروع. عودي لعندك ريم. بشكرك مها، وهلا رح ننتقل لعند زميلتنا علا المتواجده بكليه الهندسه التطبيقيه لنطلع اكثر على الدور التكميلي للخريجين او للطلاب اللي هن على ابواب التخرج، لنطلع اكثر كذلك على تحضيرات الكليه التطبيقيه لعام دراسي جديد بالاضافه لتعاون الكادر المهني ضمن هذه الكليه. التفاصيل كلها عندك علا. أكيد تحية إلي كريم وتحية لكل حدا عم بيتابعنا ببرنامج كاميرا اللاذقية. نحن اليوم متواجدين بالكلية التطبيقية لحتى نتعرف على استعدادات الكلية التطبيقية لدورة الخريجين بالإضافة استعداداتها للعام الدراسي المقبل، آلية رصد النتائج الامتحانية، هل استكملت إصدار النتائج للطلاب. لنتعرف أكثر على واقع الكلية التطبيقية رح يكون معنا عميد الكلية الدكتور جمال خليفة، يعطيك ألف عافية. ميت أهلا وسهلا فيكم. بداية باسمي أنا وباسم زملائي من الكادر الإداري والكادر التعليمي برحب فيكم، بشكركم على الإضاءات أي الدائمة على الكليات التطبيقية وعلى المستوى التعليمي اللي موجود فيها وبالجامعة. يعطيكم ألف عافية، مجهود كبير عم بتقوموا فيه بالرغم من الشوب وضغط الشغل اللي عم بيصير عليكم، ولكن حاليا عم تتحضروا لدورة الخريجين هي الأحد 4/9 بالإضافة للاستعدادات للعام الدراسي المقبل. نحكي عن التحضيرات بالبداية لدورة الخريجين. هلأ بداية من أول ما بلش الامتحان نحن عم نلاحق موضوع المواد وتسليمها ورصدها بشكل دائم. نجحنا والحمد لله يعني بفضل جهود زملائنا المستمرة بفضل المتابعة المستمرة من الزملاء اللي كانوا قائمين على هذا الموضوع بأنه نرصد جميع المواد بشكل كامل. عندنا 318 مادة تم رصدهم كاملا. هلأ عملية تنتيج إصدار النتائج باقي عندي 4 مواد أعتقد أنه اليوم هلأ حاليا بيكملوها بيجهزوها مثل ما شفتوا الاستعدادات هلأ حاليا للإصدار. يعني اليوم عندي 318 مادة تصدر نتائجها. بناء على هذا الشيء عملنا برنامج. البرنامج بتعرف اغلب شيء بيعتمد على الطلاب السنوات الاخيره، يعني شو المواد هاي. برنامجي انا جاهز من 10 ايام، صار عليه تعديلات بسيطه لكن البرنامج جاهز. القاعات الدرسيه عندي 4 قاعات هلا حاليا استيعاب الطلاب وموزعين عليها المراقبين بشكل كامل. الاسئله من نحن مطبعها بشكل مسبق بنغلفها ونحطها ونختمها، فحتى اسئله مواد نهار الاحد ونهار الاثنين جاهزة عندي. يعني الانطلاق إن شاء الله بشكل سلس وناعم جدا جدا وبدون أي اعتراضات. أكيد بالتوفيق لك وبالتوفيق للكلية وللطلاب أكيد. هلا فيما يخص العام القادم، يعني السنة لأول مرة أظن حتى في تاريخ الكلية برنامج الفصل الأول جاهز. جاهز. أحيانا سيتم الإعلان عنه، أصلا أنا أعلنت عنه امبارح مساء لزملائنا. سيتم إعلان عن التكاليف، تعرف عن التكاليف عادة مخارج المواد. فبحيث انه ان شاء الله نبلش العام الدراسي ببدايه العام الدراسي تحديدا 18 ايلول، يعني 18 ايلول دوام بالتاكيد للجميع. الكادر الاداري والكادر التعليمي كله تمام جاهز؟ يعني بشكل فيني اقول لك اكثر من 95% باستثناء الحالات المرضيه، الحالات اللي فيها عندهم حالات خاصه، كله جاهز بشكل كامل الحمد لله. المفاضلة لطلاب الجامعة ورح نبلش أو بلشوا بالتسجيل للمفاضلة طبعا الأحد. طبعا إذا بدنا نحكي عن التعليم المهني، التعليم المهني والثانويات المهنية بترفتكم ب 75% من عدد الطلاب. نحكي عن أهمية التعليم المهني بالظروف الحالية وأهمية الكلية التطبيقية، طبعا أعطت فرصة كثير مهمة لطلاب الثانوية المهنية. أعتقد أنه من أهم المراسيم التشريعية اللي صدرت وإلى أهمية كبيرة على التعليم بشكل عام هو البرسوم 47 لعام 2013 بخصوص تطوير التعليم التقني. تعرف ربط التعليم بالمجتمع، التعامل مع المؤسسات المتنوعة الخاصة والعامة، التعاون مع قصدي والتنسيق معها بمجال التعليم. هلا حاليا في خطوة جديدة هي عملية التعليم المنتج، يعني النماذج اللي موجودة حاليا ممكن إذا صار في ضمونا على القرار 25 على القانون 25 ممكن نحن نصير حتى ننتج للسوق
نماذج، ممكن نبيع للسوق، ممكن نشتغل للسوق. هذا كثير بيطور سوق العمل. تحتاج الكلية التطبيقية المشاريع التطبيقية. أصلا الكلية التطبيقية حاليا تقوم بعملية صيانة في الجامعة كلها في مجال الحواسيب. هي المسؤولة عن الصيانة، هي توجه لنا الكتب، نبعث الفريق الصيانة، فريق الصيانة بيقوم بعمليات صيانة بشكل كامل. نحن عملنا السنة الماضية صيانة لأغلب الحواسيب اللي موجودة بالجامعة، لتجهيزات التبريد والتكييف، حتى لبعض أجهزة الأجهزة الكهربائية اللي موجودة عندنا بالجامعة. دائما نحن عم نعمل صيانة المراوح، السنة عملنا صيانة بكافة القاعات اللي موجودة. طلابنا هو فريق من الطلاب بإشراف مدرسين مختصين، يعني عندهم خبرات طويلة بهذا المجال، بيرافقون على الصيانة. طالبنا هو اللي بيقوم بالصيانة بشكل كامل. نستفاد أكيد فائدة كبيرة إنه طالبنا عم يفوت على سوق العمل بشكل مبكر، وعم يتحمل المسؤولية بشكل كامل، وهي شغلة كتير رائعة. يعني طالبي أنا بيطلع من هون على سوق العمل جاهز تماما. نحن لما فتنا على الكليات التطبيقية شفنا صندوق الشفوى، يمكن نادرا ما نشوف هيك بالكليات أو حتى بالدوائر الرسمية، بس نحكي عنه ونعمل إضاءة على صندوق الشفوى اللي نحن شفناه. ما بدي رح يبين مع زم كاميرا. أولا هذا من متطلبات الجودة في أي مؤسسة من المؤسسات، سواء القطاع العام أو القطاع الخاص، يكون عنده للموظف أو للطالب الإمكانية أن يقدم الشفوى دون ما يكون في عنده أي خوف. أنا بفسح للطالب، بشوف أنه بلاحظ أحيانا الطالب بفوت لعندي هو مرعوب أنه بده يشتكي وما بده يشتكي يعني. فهيك بهالحالة أنا عم أعطيه مجال بدون ما يحط اسمه شو الحالية اللي شايفها ما أنا مضبوطة، يقدم شكوى فيها، ودائما منتابعها. يعني إحنا منفضل جدول الشكاوى قبل اجتماع مجلس الكلية، ومنتابع كل أموره بشكل دائم. ترسيخ ثقافة الشكوى يمكن، خلينا نقول هي كتير ضرورية تشجيع أي موظف يقدم الحالة اللي عنده بشكل مسؤول وبشكل صادق. يعطيك ألف عافية دكتور جمال خليفة، عميد الكلية التطبيقية. يعطيك ألف عافية وشكرا لك. ميت أهلا وسهلا فيكم، ومرة تانية برحب فيكم. كل عام وأنتم بخير. كل عام وأنتم بخير، أهلا وسهلا فيكم. طبعا نحن متابعين جولتنا بالكلية التطبيقية لنتعرف أكثر على التحضيرات والاستعدادات. مثل ما ذكر الدكتور جمال، طبعا العديد من الخطط لدمج، خلينا نقول، طلاب الكلية التطبيقية بسوق العمل. في نقطة كتير مهمة ركز عليها الدكتور جمال، هي أهمية أنه فرق متخصصة من الكلية التطبيقية عم تعمل صيانة لكل جامعة تشرين. بالفعل نقطة كتير مهمة لحتى دمج الطلاب بسوق العمل وتأهيلهم لسوق العمل. طبعا رح نكون أكثر مع الاستعدادات، رح نحكي مع آفية أكثر مع الأستاذ مجد دالي، طبعا رئيس الدائرة بالكلية التطبيقية. يعطيك ألف عافية. ميت أهلا وسهلا فيكم بالكلية التطبيقية. وطبعا مثل ما وصف لكم الدكتور جمال عميد الكلية التطبيقية، أمورنا اللوجستية من الناحية الإدارية عندنا كافة جاهزة، وخصوصا خلال الدورة التكميلية القادمة المقبلة بتاريخ 4/9. أمورنا من حيث القاعات والبرنامج التكميلي جاهز عندنا من كافة النواحي اللوجستية، ونحن مستعدين بالطاقم العمل والمراقبين ورؤساء القاعات من أجل الدورة التكميلية، وأمور نتائج الرصد منتهية تماما ونحن مستعدون لذلك. التحضيرات واللوجستيات كتير بتعطي أريحية للطلاب. نحكي عن العلاقة مع الطلاب، نحكي كيف عم بيكون الطلاب علاقة كرئيس دائرة معهم وكأمور لوجستية، عم بيكون في مشاركة للطلاب بالاستعدادات. نحن من خلال البرنامج الدورة التكميلية نعطي برنامج مسودة للدورة التكميلية من أجل نفسح مجال لأبنائنا الطلبة للاعتراض على المواد التي لا تناسب أوقاتهم، وبالتالي نقوم بتعديل البرنامج بناء على طلبات الطلاب عن طريق الاتحاد الوطني، لأنه بكل كلية يوجد رئيس اتحاد طلبي عندنا مسؤول عن هالموضوع هذا اللي يوصلنا مشاكل الطلاب، أو عن طريق صندوق الشكاوى اللي حكى عنه الدكتور جمال الموجود ضمن حرم الكلية التطبيقية. الهيئة الإدارية بكل كلية عم بتساعد توصل المشاكل العميان. نحكي عن دور الهيئة الإدارية بكلية تطبيقية. هلا عم تطرح كافة مشاكل الطلاب الموجودة عندنا بمجلس الكلية الذي يعقد كل 15 يوم، بيكون ممثل عن الهيئة بالمجلس الكلية، وعم نطرح كافة المشاكل وعم ناخذ القرارات المناسبة التي بيحتاجوها لهدول الطلاب الموجودين عندنا. ما شفت على صفحتكم على الكلية التطبيقية تم تعديل الأوقات بالنسبة للسنوات والاختصاصات اللي ما كان متناسب الوقت، وأصدر البرنامج النهائي. طبعا تم إصداره بشكل رسمي، ونحن جاهزين مثل ما حكينا عن الموضوع هذا. يعطيك ألف عافية الأستاذ مجد دالي رئيس الدائرة بالكلية التطبيقية، بالتوفيق وكل الشكر لحضرتك. أهلا وسهلا فيكم، شرفتونا.
طبعا مثل ما ذكرنا نحن حاليا متواجدين بغرفة الرصد للنتائج الامتحانية. طبعا أمور الرصد ومتابعة والاستراع بإصدار النتائج موضوع كتير مهم ونقطة كتير مهمة بالنسبة للطلاب. بالعديد من السنوات بيعاني الطلاب من تأخر بإصدار النتائج. بهذه الحالة بيكون الاستعداد خلينا نقول بالنسبة للخريجين اللي بدهم يقدموا على الدورة التكميلية بيتأخروا شوي بالتحضير. أما حاليا مثل ما ذكر الدكتور جمال تم إصدار أغلب النتائج لحتى نكون أكثر مع الواقع. إصدار النتائج وعملية التنتيج رح يكون معنا رئيس قسم الامتحانات الدكتور سامي صالح، يعطيك ألف عافية. الله يعافيك يا ميت هلا. طبعا مجهود كبير، نحن بنعرف عدد مواد هائل وعدد طلاب هائل، نحكي عن العمل وآلية العمل بقسم الامتحانات. هلا عندنا بقسم الامتحانات نحن بالفترة الماضية كنا عم نجهز لموضوع النتائج، بهمنا انه تطلع النتائج بأسرع وقت لأن كان عندنا موضوع الدورة التكميلية لحتى الطلاب اللي ما قدروا يتخرجوا انه يدخلوا على التكميلية، وبنفس الوقت الطلاب اللي أنهوا مقرراتهم منشان طالع لهم قرار التخرج. الحمد لله قدرنا بسرعة كتير كبيرة بوقت قياسي أنه نطلع قرار التخرج. تقريبا عندنا حوالي 107 طلاب متخرجين أنهينا كل الوثائق تبعهم وبالتالي صاروا جاهزين لحتى يطلع قرار التخرج، بالإضافة أنه عندنا عدد من الطلاب تم حصرهم للطلاب اللي بحق لهم يدخلوا دورة تكميلية ونحط البرنامج بما يتناسب مع المواد اللي هنين مقدمينها. طبعا الفترة الماضية تم التركيز على المواد اللي ممكن تأثر على مثل ما حكينا على التكميلية أو التخرج، لهيك أغلب المواد تقريبا طلعوا. نحن عندنا تقريبا حوالي 318 مادة، باقي تقريبا شيء 4 أو 5 مواد محصورة بالسنة الأولى، يعني خلال كم يوم إن شاء الله بتكون خالصة بشكل نهائي وبتم إنجاز العملية الامتحانية بشكل كامل. إصدار النتائج بالسرعة القصوى مهمة للطالب لحتى يعرف الدورة التكميلية شو رح يقدم شو ما رح يقدم، بالفعل يعني مجهود كتير كبير بالنسبة لحضرتك ولا الكادر المتواجد معك. الله يسلمك يا رب. هو أكيد هو الجروب جروب العمل كان كبير، وبالفترة الماضية مثل ما حكينا قدموا مجهود كتير كبير، سواء مثل ما حكينا عمليات الرصد، عمليات الترحيل، حصر عدد طلاب المتخرجين مشان يعرف كل طالب أنه بيحق له يدخل تكميلية أو لا وش المواد اللي حاملة، وبالتالي إصدار البرنامج الامتحاني للتكميلية. التوتر يمكن بيعيشه الطالب ما بين إصدار النتائج وإذا بيحق له يقدم على التكميلية أو لا، هيك أنتم هيك خلصتوا من هذا التوتر؟ نعم شوي من الموضوع هذا. دكتور سامي صالح يعطيك ألف عافية، طبعا كرئيس قسم الامتحانات وحضرتك من الدكاترة هون بكلية التطبيقية وبجامعة تشرين يعطيك ألف عافية. الله يسلمك يا رب. شكرا لك. يعطيك العافية. طبعا نحن رح نتابع جولتنا بقسم الامتحانات لحتى نتعرف شوي على الكادر اللي عم يقدم بالفعل مجهود كبير لحتى يتم إصدار النتائج وتقديم للتكملة. يعطيك ألف عافية، بدنا ناخذ شوي من وقتك. يعطيكم ألف عافية. يعطيك يا هلا. احكي عن آلية العمل. نحن هون لجنة رصد اختصاص كهرباء، لانه الكليه مقسومه قسمين، اختصاص ميكانيك واختصاص كهرباء. الكهرباء في اتصالات وتغذيه وحاسبات وطبيه، وتقريبا نحن عم بالاخر النهايات تقريبا مشان استعدادا للدوره التكميليه. والرصد ممتاز ووضع جيد بفضل الاداره وفضل الكادر، كادر متعاون ونشيط و يعطيك الف عافيه. مجهود كبير عم بتقول ولو الف يعطيكي الف عافيه. كبيرة بهيدا الصيف وهيدا الشو عم تتحملوها وعم تكون إصدار للنتائج الامتحانية بالسرعة القصوى. طبعا نحن دائما عم نجي عم نرصد على نحنت نحاول نخلص المواد مشان قبل التكميلية مشان الطلاب يعرفوا شو المواد بدنا تقدم. هلا تقريبا صرنا بالمراحل الأخيرة إن شاء الله خالصين. يعطيكم ألف عافية وبالتوفيق وكل عام وأنتم بخير. شكرا شكرا. أهلا وسهلا. طبعا زملاء هيدي كانت جولتنا بالكلية التطبيقية، بالفعل جهود مشكورة واستعداد لعام دراسي. نتمنى التوفيق لكل الطلاب سواء بالكلية التطبيقية أو بجميع الاختصاصات والكليات. طبعا أكيد لهون نكون خلصنا لجولة الكاميرا.